أواخر شهر أيلول من العام 2015، غليان في الشارع الروسي وغضب واستنكار دولي رفضاً لتدخل روسيا غير الشرعي في سوريا لدعم القوات الحكومية ضد المدنيين الثائرين. خرجت روسيا على إثر ذلك بعدد من التصريحات، كان بينها ما جاء على لسان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بأنها دخلت إلى سوريا بناءً على دعوة من حكومتها. وفي اليوم التالي لدخول القوات العسكرية الروسية إلى سوريا، باركت الكنيسة الأرثوذكسية الروسية المرتبطة بالقيادة الروسية هذا التدخل واعتبرته حرباً مقدسة. تبع ذلك تصريح لعضو البرلمان الروسي سيميون باغداساروف على أحد القنوات الروسية الحكومية بقوله: سوريا هي أرضنا المقدسة، منها أتت إلينا الحضارة، وإذا لم تكن هناك سوريا فلن تكون هناك روسيا. كانت تلك التصريحات جزءاً من استراتيجية روسية تدعى الإجراءات الفعالة، وتهدف إلى ضخ المعلومات والتصريحات الكاذبة عبر وسائل إعلامها، إضافة إلى استخدام القوى الناعمة ومن بينها السلطة الدينية لامتصاص الغضب الشعبي والدولي وتبرير تدخلها العسكري في سوريا، منفقة أكثر من 1,400,000,000 دولار سنوياً لاستخدام بعض مراكز الفكر في توجيه الرأي العام المحلي والخارجي نحو تبني وجهة نظرها، ومنكرة مقتل أكثر من 400,000 مدني على يد القوات الحكومية السورية، إضافة إلى أكثر من 13,000,000 لاجئ ومهجر من السوريين. وفي الوقت الذي كانت فيه روسيا تسيطر على حقول الغاز ومناجم الفوسفات وتلهث خلف مصالحها السياسية والاقتصادية في سوريا، كانت تعمل على رسم تلك الصورة المضللة عن طبيعة تدخلها وأسبابه الحقيقية.